ومن خصائص يوم الجمعة أن صلاة الفجر وإلى الله المشتكى. مع هذا السهر الذي عم وطم بالناس أصبحت صلاة الفجر في يوم الجمعة لا تشهد في المساجد، فمن باب أعظم من حيث السوء ألا تصلى في وقتها. لكن من خصائص وفضائل يوم الجمعة أن فجر يوم الجمعة إذا صليت جماعة في المساجد فهي أفضل صلاة فجر يؤديها المسلم في سائر أيامه. الدليل ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أفضل الصلوات صلاة الفجر في يوم الجمعة في جماعة. ومع هذا السهر إلى الله المشتكى، نسأل الله أن يهدي شباب المسلمين. وما ورد من حديث أبي عبيدة عند الطبراني من أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس هناك صلاة أفضل من صلاة الفجر يوم الجمعة في جماعة، وإني لأحسب أن من شهدها كان مغفورا له. يكفينا الحديث السابق، لكن هذا الحديث ضعيف، لكن مع هذا كله يكفي لصلاة الفجر يوم الجمعة أنها أفضل صلاة فجر في أي يوم من أيام الأسبوع.